أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر المنفذ البحري لأداء مناسك الحج، حيث أمر الملك سلمان بناء على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بعد استقباله للشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني في قصر السلام في جدة، الذي أكد للسعودية أن العلاقات مع قطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ. وقدم الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن جاسم آل ثاني وساطته لفتح المعبر البري لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية، وعلى إثره وجه الملك سلمان بالسماح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية. ووجه الملك سلمان بنقل كافة الحجاج القطريين على ضيافته من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الإحساء الدولي، كما أمر بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لكافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.